مباراة صعبة متوسطة أبو أحمد. المباراة أنا أشوفها متوسط الصعوبة طبعًا عادية يعني. متوسط صعوبة. متوسط الصعوبة نعم. أعطني الإحصاءات هاي. إيه 24 كي. أنا الحكم أعطيه 8-3. المساعدين أعطيهم كلهم 2-8-2-8-2. وفهد. المباراة عادية بالنسبة لي، الحكم أعطيه 8-2. المساعد أول أعطيه 8-3 والمساعد عفوا الأول 8-3 المساعد الثاني أودي 8-5 لأن لعبة دقيقة وتمركز وتركيز من المساعد اللي رجعها المدافع للمهاجم اللي بغت تسلم هاي تحسب لواحد يعني منتبه 8-5 وعلي مرة متوسطة 8-2 الحكام 8-2 المساعد الأول 8-4 المساعد الثاني عنده حالة متميزة نروح ل